عندي وسواس تكبيرة الإحرام ولا أنطق صحيح خطأ، فأصح ثم أخطئ، فصعدت مرات أنت مريض. يوصفك أصحاب الأمراض النفسية والعصبية بأنك مريض تحتاج إلى علاج. يقول الله أك 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 أكبر أكبر، هذا مريض يحتاج إلى علاج، مريض هكذا. لما سألنا أصحاب الأمراض النفسية والعصبية على ذلك قالوا إن مثل هذا مريض ويحتاج إلى علاج سريعا.